المهم قعد الأولاد يطالعوا بس إلا على كرشتي، ما طلعوا على رقصي. رقصي كله ما كان شيء من الرقص حقتي، الكرشة بس اللي كانت تقعد تسوي طلعوا ونزلوا مع الرقص. أول موقف محرج يا أخي، موقف يا سيارة بني جن من إيطاليا. يوم جاتكم فيديو جديد، والفيديو عبارة عن كيف نزلت وزني في هذه الفترة. كثير منكم على الانستغرام طلب مني هذا الطلب، انه انزل هذا الفيديو واتكلم عنه. طبعا الموضوع ما في سر خطير ولا شيء، الموضوع موضوع ارادة وحب النفس. المهم لو لساتكم مو متابعين على الانستغرام بحط لكم الاسم هنا، وعلى فكرة انا انزل تيك توك وزي كذا بحط لكم الاسم، يا ريت تابعوني على التيك توك والانستغرام. كان شيء ثاني انه عائلتي تنزل فلوجات، راح احط لكم الرابط في صندوق الوصف ويا ريت تروح تتابعوه. ولو لساتكم مو مشتركين في القناة اشتركوا الآن وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الإشعارات حقت الفيديوهات. وحابة أقول لكم شيء ثاني أساسي، إنه أعتذر لكم على غيابي. طبعا أنا أستغل فترة الإجازة وكذا عشان أنزل فيديوهات، وكمان التصوير الكاميرا حقتي مو زي كذا، فأنا أحاول قدر الإمكان إنه أنزل لكم فيديوهات تكون حلوة وجميلة وتعجبكم وبجودة أحسن. وان شاء الله بالمستقبل راح اصور فيديوهات اكثر واكثر. المهم ما اطول عليكم، خلونا نروح للفيديو. يلا بتكلم شويه عن كيف يعني كوريا او نظام الغذاء حق كوريا. طبعا الاكل الكوري ما يحتوي لا زيوت ولا املاح ولا سكر، مو زي الاكل العربي او زي الاكل الاجنبي. طبعا الاكل العربي غني بالبهارات والاملاح والزيوت، لكن الاكل الكوري ما في هذا الشيء، وحتى الزيوت حقتهم زيوت نباتية، يعني ما يستخدموا زيوت حيوانية نهائيا. الزيوت حقتهم مرة خفيفة، استعمال خفيف، فهذا الشيء يشجع ان الواحد يخسر وزن. الكوريين طبعا ايش سر نحفهم؟ بقول لكم ان الكوريين عامة من طفولتهم يكونوا نحيفين، بس ياكلوا الاكل كمساعد للطاقة، مو يعني حقتهم الاكل مره مو ثقيل. ياكل ممكن تلاقي واحد نحيف ياكل قد اثنين، يعني ياكل قد اثنين عربيين، يعني ياكل لك كميه بشكل كبير، بس هم يستخدموا اكلهم للطاقه، يعني يساعدهم على الحركه. عندهم مقوله انه كل ما اكلت اكثر كل ما تحركت اكثر، سواء عمل سواء دراسه سواء حياتك الاجتماعيه كلها في كوريا تكون مجرد اعمال. طبعا انا من ضمن هذا الشيء، يعني انا لو ما درست أشتغل، ولو ما اشتغلت أدرس، فحياتي كلها عمل كلها حركة. فهذا الشيء شجعني إنه أنا أخسر وزن، بس برضو ما خسرت الوزن اللي أنا أبغاه. إن شاء الله أوصل للوزن اللي أبغاه. كنت حابة إني أنزل هذا الفيديو عشان أوصل للوزن، لما أوصل للوزن وأنزل هذا الفيديو، بس كثير منكم طلبوا مني وألحوا علي إني أنزل هذا الفيديو، فحبيت إنه أعطي لكم كموعظة ومساعدة ممكن يساعدكم هذا الفيديو. المهم السبب الأساسي اللي خلاني أنحف، طبعا أول ما جت كوريا كنت مرة وزني كبير، 55 تقريبا، الحين حاليا 45 كيلو. كنت أحاول دايما أنحف، كنت أحاول دايما أسوي رجيمات سريعة، أشوف من اليوتيوب، أحاول أقلل أي حاجة يعني عشان أنه أنحف. فشفت كم فيديو من اليوتيوب كيف تنحف بمدة أسبوع، وجربت هذا الرجيم وبالنهاية ما فادني شيء، بالعكس كان كل ما أسوي أسبوع أرجع أكل أكثر بكثير من الأكل الطبيعي اللي أنا أكله. النشويات أكلها بشكل كبير، الزيوت، الحاجات، الأكل، العشاء كان مرة ثقيل، عشاء البيت طبعا ما شاء الله مرة ثقيل عشان العائلة كبيرة، وطبعا ابونا الله يبارك فيه يحب الاكل الثقيل في الليل. فالمهم انه كنا ناكل اكل كله اوفر ثقيل، يعني انه نرجع من المدرسه، نرجع من الحياه، من الشغل، اي شيء، وامنا تسوي لنا ما شاء الله وجبه كبيره وثقيله كمساعده او تشجيعيه للبيت وزي كذا، فكنا ناكل طبعا. المهم بعدين انا اول ما دخلت الاول ثانوي حاولت بداية انه اخسس من وزني، كنت احاول امشي، كنت احاول اعمل رجيم، تأثرت تأثر صحي مرة، كأنه كان غذائي مو حلو، كان مرة معدتي تألمني وصار امراض صحية خطيرة.
في اول بداية، يعني بداية اول ثانوي، حتى انه رحت المستشفى حالتي الصحية وحالتي النفسية تأزمت كثير. كنت بذيك اللحظة مرة كانت تعبانة، فكثير اخذت مساعدة من الاساتذة والمدرسة. المهم ما اطول عليكم، هذا ما يتدخل في الموضوع، بس انا حبيت ان اقول لكم انه هذا الشيء، يعني انك تفاجئ جسمك برجيم خاطئ او شغلات خاطئة، يخلي جسمك مو مستعد له ويتفاجئ ويصير توعك صحي، يعني يصير فيك توعك صحي. طبعا لقيت بسبب وزني وشكلي، يعني كان شكلي مرة عجيب، كنت عاملة زي البكمون بما اني انا قصيرة ووزن كذا، بعاملة زي البالونة وبيكمون بوكمون زي بيكاتشو، كنت دائما امشي ونفس بيكاتشو كذا، دائما الاولاد كانوا يضحكوا على طريقة مشي وكانوا يضحكوا على حركاتي. حتى لما اشتركت بالرقص، عملت قبلها بفترة رجيم ودايت قاسي، تقريبا نزلت وصلت ل 47 تقريبا كيلو ذيك اللحظة، عشان كنت حابة انه اطلع بالحفلة بشكل حلو والبس البلوفر اللي هو فوق البطن، يعني تبين المعدة شوية عشان ارقص. فكان اول ما طلعت هذاك الحفلة، حفلة الرقص، طلعت وكنت ارقص، الاولاد ذيك اللحظة ما كانوا يراقبوا رقصي، كان بس يراقبوا كرشتي. اول موقف محرج يا اخي، مواقف محرجة لقيتها، بس انا هذا الموقف اللي اكثر شيء ذكرني فيه وخلاني ذيك اللحظة اتخذ القرار انه انحف بطريقة واسلوب صحي. المهم قعد الاولاد يطالعوا بس اللي على كرشتي، ما طلعوا على رقصي، رقصي كله ما كان شيء من الرقص حقتي، الكرشة بس اللي كانت تقعد تسوي طلعوا ونزلوا مع الرقصة. كانوا الأولاد يقولوا كل ما يحاولوا يتريقوا علي أو يستهبلوا علي يقولوا لي أيوة إحنا ما شفنا بالرقصة، قال لك كرشتك اللي قاعدة تطلع وتنزل، رغم إني أنا أخذت الأول، بس مع ذلك يعني لاحظوا الكرشة، كان كل شوية يتريقوا علي بهذا الشيء، كل شوية يعلقوا علي بهذا الشيء. كانوا الأولاد يقولوا اسكتي اسكتي اللي كرشتك تطلع وتنزل، اللي تقول كلوك كلوك ما أدري إيش زي كذا حقتك، أنت ترقص وكرشتك تطلع وتنزل. ذاك الموقف يعني كان مرة موقف محرج، فخلاني انه اتخذ القرار انه انحف. طبعا ثاني ثانوي كنت بداية احاول احاول احاول، بس مع ذلك ما نفع، انه انا احب الاكل بشكل مرة قوي، بالذات لما البيت ترجع من المدرسة وتشمي روايح حلوة، طبعا امنا الله يخليها تسوي عشاء مرة ثقيل، زي اي بيت عربي تسوي العشاء مرة ثقيل، في خبز، في ما اعرف ايش، معجنات، كل يوم تتفنن بالاكل، امي تحب الطبخ بشكل فظيع، فدايما تتفنن بالاكل، فهذا الشيء ما كان يساعدني. يعني مثلا الدنيا لما تكون برد تحس انك تبغي بس تاكلي تاكلي بشكل قوي. ذيك اللحظة حاولت في نهاية ثاني ثانوي انه اختار انه احاول انحف، كثير من التنمر اللي لقيته في الفيديوهات، برضو لما كنت انزل فيديوهات على التيك توك كان كثير منهم يقولوا لي انت سمينه، رجولك سمينه، شكلك سمين، ما اعرف ايش. طبعا ما همني هذا الامر كله، والله ما كان السبب، بس كنت ذيك اللحظه يعني مهما كان تلقي الكلام هذا، حتى لو ما كان ناس يعني تهتمي له، مع كثره يخليكي انت تفكري انه لازم اتخذ قرار انه انحف، لازم ما ادري ايش زي كذا، وغير كذا يخليكي عدم الثقه بالنفس. يعني كنت فعلا في فترة من فترات حياتي بدأت أفقد ثقتي في نفسي، وبدأت ما أحب جسمي، ودائما كنت دائما أقول إيش هذا الجسم، إيش هذا المعرف إيش. كثير مننا في حصل له هذا الموقف، يعني إنه يكره جسمه، يكره شكله، يقول ليش أنا ما خلقت زي هذولا. بالذات بالنسبة لي يعني كوريا تعتبر صح فيها سمنة، بس أغلبيتهم البنات ما شاء الله، يعني أغلبية مدرستنا كلهم بنات نحيفات ممشوقات، جسامهم نحيفة طويلة وكذا، بسبب غذائهم وغير كذا بيئتهم حركتهم، يعني حركة أكثر شيء، فهذا الشيء يخليهم إنهم ما يسمنوا ولا يطلعوا وزن. المهم إنه ما كنت ألا أطالع للأجسام البنات، وأطالع لصور بنات جميلات وبالذات الإنستغرام وكذا، يطلعوا الموديلات زي كذا، فأقول دائما ليش جسمي ما يكون كذا، ليه ما اكون كذا، ليه انا ولدت كذا، ليش حالتي كذا، ما ادري ايش.
السبب الأساسي لسمنتي ما كان إنه أنا ولدت سمينة، بس صار لي مرض خطير، وإذا حابين تعرفوه حطوا لي بكومنتات. صار لي مرض خطير زمان وأنا صغيرة، فهذا الشيء خلاني أنتفخ فجأة، وخلى الهرمونات حقتي تتغير للسمنة. المهم خلونا أكمل لكم الكلام. فهذا الشيء خلاني أتخذ قرار إنه أنا أبدأ نظام غذائي صحي ومناسب. شفت الأشياء اللي قاعدة تضرني أو الأشياء اللي ما تخليني أمارس حياتي الطبيعية، بديت إنه إيش أقطع العشاء، العشاء نهائيا. بالذات إنه أخذت هذه النصيحة من واحدة من الحريم اللي كانوا يشتغلوا، هي كبيرة بالسن، قالت إنها قطعت العشاء لمدة أسبوع وخسرت كيلو. فحاولت إنه أقطع العشاء تماما، أقطعه، أرجع من المدرسة، أرجع من شغل، ما أكل أبدا عشاء، ولو أكلت عشاء أكل يدوبك زبادي. هذا هو اللي بداية حركتي للتنحيف أو لخسارة الوزن. طبعا لا تصدقوا أي واحد يقول لك أنت بأسبوع بتخسر وزن ولا بشهر، لازم تقعد تستمر عشان تثبت الوزن، يعني تثبت على وزن ثاني، بعدين ابدأ شغلات عشان تنقص الوزن الثاني. المهم استمرت على اني ما اتعشى لمدة شهر، فنفع معايا. بعدين بدأت انقطع تدريجيا عن النشويات، انقطعت تماما عن النشويات، رز، خبز، اي حاجة فيها معجنات ما اكلها نهائيا. فالحين بسبب انه انا ما اكل هذه المعجنات، في مدرستنا يقدمونا دايما الشيء الاساسي الرز، فلما كل مرة يقدموا لي اقول لهم لا تعطوني، تقول لي ليش، يفكروني ان انا كذا انتقد اكلهم او ما احب اكلهم، او ان عشاني مو كورية يقولوا اوه هي اجنبية يعني ما تحب اكلنا، ما تحب رزنا، ايش نسوي لها. فالرز شيء اساسي عندهم، تقليد اساسي، فهم يتخيلوا كذا. فانا الف مرة اقول لهم انه هذا الرز يؤذي معدتي، فعلا انا اتحسس منه، يعني معدتي لما اكل نشويات خبز زي كذا ما اقدر امارس حياتي الطبيعية، معدتي تقعد تتألم، ما تهضم الاكل، ما تهضم النشويات، ما تهضم السكريات، ما تهضم هذه الاشياء. بعد ما قطعت النشويات قطعت السكريات، وكان الشيء الاساسي السكريات بعض الاحيان الجأ له، لما يكون على حسب المود، يوم مودي يكون حزين سعيد زي كذا اكل حبة شوكولاتة ولا زي كذا بعض الاحيان، بس ما استمر فيه. فعملت هذا النظام الغذائي لمدة 3 شهور وفعلا نجح معايا، وبدأ وزني يخسر حبة حبة حبة. بدأت بعده انه يكون بذيك اللحظة، يعني في فترة اني انا نزلت هذا، عملت البدايل اللي هي كل صباح بس اكل لي شوفان، ولو في فواكه خير وبركة، ولو ما في فواكه اجلس قوبصة، يعني ايش اسوي. بدأت اكل الشوفان مع حليب اول ما اصحي الصباح واشرب قهوة. قعدت استمر على هذا الشيء كثير، بداية كان الشوفان مرة طعمه مو حلو، بدون ملح وبدون شيء، يدوبك حليب وشوفان خلاص، ودخل الميكروويف وقعد اكله خلاص، هذا هو غذائي مع قهوة خلاص، القهوة عشان يصحصح لي. وهذا تعودت على هذا الفطور، والغداء يكون اتغدى في المدرسة. الغداء طبعا الغداء حقت المدرسة اغلبيته صحي، اغلبيته نبات، اغلبيته اسماك، ما في حاجات ثقيلة، يدوبك الرز ما اكله نهائيا، بس الا اكل الشربة والاشياء هذا، واكل منها حاجات بسيطة، يعني لو في دهون ولا شيء اكل فيه حاجات بسيطة. بعدين بعد ما قطعت هذه النشويات وكذا، بديت انه اعمل لنفسي زي الحركة، اقعد امشي دائما، ارجع من تخيل البيت بيننا وبين المدرسة تقريبا نص ساعة بالباص، ارجع مشي من المدرسة للبيت نص ساعة بالباص، يعني ساعة ونص تقريبا اوصل للبيت. مرة بعيد، مرة مسافة بعيدة، بديت اعمل هذا الشيء، بس انقطعت هذه الفترة، بس برجع له ان شاء الله عشان انقص الوزن اللي ابغاه، وحلمي اني اوصل للوزن 40، بما اني انا قصيرة وقصري لازم يوصل 40. المهم بعد ما سويت هذا الشيء، ما سويت غير اني انا قطعت على النشويات والسكريات، وبديت اغير غذائي، بدل ما يكون اكلي اكل
فيها زيوت وما زيوت واملاح وكذا، ما اكلها الا النادر على فكرة، يعني اكلها بعض الاحيان مع الاهل زي كذا، بعض الاحيان حفلة كذا. استمرت على هذا الرجيم لين ما صار وزني 45، والحين ثابت على 45. لو نقص نقص نص كيلو، لو نزل نزل نص كيلو. دائما اراقب السعرات الحرارية او الكالوري في اي منتج اشتريه، دائما اراقب وزني. طبعا مش دي، هذا ممكن في بعض الناس يجيلهم احباط من كثر ما هم يراقبوا وزنهم، بس بالنسبة لي احس انه كل مرة اراقب وزني اصلح الامور اللي اشوفها خطأ. ممكن اضغط على نفسي، بس ما ابغاكم انتوا كمان تضغطوا على نفسكم. حاولوا بس انكم تقطعوا الحاجات اللي تحسوا يضر معدتكم وما تقدروا تمارسوا حياتكم الطبيعية. اول شيء اساسي خلاني اعمل الرجيم انه فعلا صحتي كانت مرة متدهورة بسبب الزيوت والحاجات الثقيلة، مرة معدتي ما تتقبلها. وكمان شيء ثاني انه انا ما معدتي ما تهضم هذه الاشياء، تخيل انا لو رحت للدكتور كان بيمنعني من هذا الشيء، بس الدكتور غالي يبغى له مبلغ كبير وكذا. فحاولت انه يكون غذائي لنفسي انا اسويه لنفسي، واهم شيء الارادة والاستمرار على هذا الشيء. شرب الموية مرة اساسي في حياتكم، بس اهم شيء انكم تستمروا شهور عشان يثبت وزنكم على الوزن اللي تبغوه، بعدين ذيك اللحظة تبدأوا تضغطوا على نفسكم في التمارين في شغلات كثيرة. لو وزنكم كبير لازم تعملوا مع حركة، يعني تحركوا على الأقل نص ساعة في اليوم عشان تنزلوا وزن أكثر. فحاولوا أن تكون حركتكم في البيت في برا عشان يزيد نشاطكم ويزيد ثقتكم بنفسكم، حبوا جسمكم زي ما انتوا، لا تحبطوا من اي احد. ولو احد قال لكم انتوا سمان ما سمان لا تهتموا، عيشوا حياتكم فكروا بنفسكم. والمواقف المحرجة والله ما متذكر منها لهذاك الموقف اللي صار لي حقت اصحابي لما قالوا لي بوزنك. طبعا الاولاد اللي هم قاعدوا يعلقوا علي هذا الشيء، والبنات دايما كانوا يقولوا لي دبة قصيرة، دايما يقولوا لي قصيرة، ما كانوا يقولوا لي دبة، الا صح صح قالوا يقولوا لي دبة قصيرة، دايما يقولوا لي انت عاملة زي البوكيمون او عاملة زي هذا الشيء. مرة كان جارح بالنسبة لي انه الاقي هذه التعليقات السيئة، ولا واحد يقول لي كان اتذكر انت وجهك حلو بس جسمك معفن، وتخيل يعني انه انت تقول لك انت وجهك حلو بس جسمك شكله مو حلو، ذاك الشيء يعني بالنسبة لي جارح، يعني انه ليه ما اكون انا حلوة، ليه ما الناس تشوفني حلوة، ليه حتى لو كان قلبك حلو الناس ما تشوف هذا الشيء. لازم المظهر، حاليا الناس كثير ما يهتموا بالمظاهر وكذا، فلازم عندهم الكماليات. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكونوا حبيت الفيديو او استفدتوا من الفيديو. المهم انه حابة اطلب منكم طلب انكم يا ريت تعطوني اسم لعائلتنا، صار الحين اكثر من 100,000 ولحد ذا الحين ما عندنا اسم خاص، فيا ريت تحطوا بكومنتات تقولوا لي الاسامي اللي حابين يكون لكم. فاكثر اسم الاقي عليه لايكات وزي كذا راح اختاره لكم وراح اتكلم فيه عشان اقول عائلة الجميلة او اي شيء حاجة فيها زي كذا، مش عارفة ايش اقول لكم عليه، فياريت تحطوا بكومنتات. ثاني شيء انا عندي اقتراحين للفيديوهات الجاية، فلوق او فيديو اتكلم فيه عن قصص، انتوا اختاروا فلوق او فيديو. ياريت تحطوا بكومنت عشان تشاركوني، وياريت تحطوا لايكات عشان توصلوا هذا الفيديو كثير عشان الناس تستفيد منه، رغم ما ادري اذا بيستفيدوا او لا. المهم لو مو مشتركين في القناة ياريت تشتركوا الآن وتفعلوا الجرس، وياريت تتابعوا قناة عائلتي الفلوقات. وكمان عندي أخت تنزل فيديوهات خاصة في المدرسة وللدراسة وتساعد فعلا للدراسة، مو عشان أختي والله، بس هي فعلا هي مجتهدة في الدراسة ومرة تفيدكم لطرق خاصة للمذاكرة وزي كذا، فياريت تروحوا لعندها، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف. شيء ثاني لا تنسوا تتابعوني على الانستغرام عشان انا انزل فيه كثير حاجات وشغلات خاصة فيني.
حياتي وزي كذا على الانستغرام حاليا. انا مستمره على الانستغرام ونزل فيه بعض الاحيان لايفات في المدرسه، لايف زي كذا اسوي في المدرسه. فلو حابين تشوفوا اللايفات حقتي يا ريت تروح تتابعوا على الانستغرام، بحط لكم الاسم هنا. المهم اشوفكم واحبكم، اشوفكم في فيديو اخر واحبكم مره. باي.